اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن علاء ابراهيم. زكلول اسلام، ازيك؟ وحشني. انت اكتر. اخبارك والله ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام زي الفل بفضل مية الله مية. والحمد لله. الحمد لله. النهارده يوم التصوير العالمي، شايفك انت عمال تصور هنا وهنا وهنا، بس يعني الحمد لله يعني في القناه الدنيا عندكم لطيفه يعني. كله في القناه. الحمد اخبارك لله ايه؟ الحمد لله بفضل كله الله. كويس؟ تخنت شويه واحنا كلنا تخنا. ما ت... لا بس انت برضه مش قوي. العمر ايوه شويه. فاكر ماتش 4-4؟ يا نهار ابيض، حد ده ماتش في التاريخ. احلى من احلى فعلا قالوا الماتشات. احسن. انت نزلت يا انا نزلت تغيير. كان قبل الماتش ده خلي بالك كان ماتش 6-1. 6-1 الزمالك. ايوه بالظبط كده. فكان جوزيه كان بعيدني شويه عن الماتش ده بتاع 6-1. ما لعبكش. ما لعبنيش. زعلان ان انت ما لعبتش ماتش 6-1 جدا. انا بص كنت متخيل انت كنت تجيب جوان اكتر. يعني عايز اقول لك ان انا يعني من المدربين اللي كانت بتحبني شخصيا ومقتنع بيا جوزيه. يعني كان بيحبني حب كده غريب، تحس ان هو يعني حتى لما مشي بعدها 2002 لما جانا بونفرير بقى كانت اخر سنه ليا وانا يعني ما حصلش نصيب وما جددتش، رحت مصر وهو رجع بعد توني ليفيرا بقى اول حاجه سال عليا. والله ده خلي بالك ساعه ما جاب السنه اللي جاب فيها عبد الحميد حسن كان عايز يجيبني انا اساسا. بس ما عرفش يخلص من بتروجيت. كنت بتروجيت صح كنت ساعتها. بتروجيت. فبالنسبه لك كان ماتش 6-1 ده كان نفسك تلعب. طبعا. كنت بقول لك يعني مباراه يعني انت عارف يعني. وبعدين انا كان حظي وحش جدا مع الزمالك، كل ما احرز هدف يعني النتيجه ما تبقاش في صالحنا. طبعا جبت فيهم 3 اجوان وانا في الاهلي. كلهم مباريات يعني يتعادلنا يتغلبنا. خلي بالك الزمالك في كل نادي اروحه اجيب فيه جوان. يعني المنيا جبت فيه جوان، المصري، بتروجيت جبت فيه مجوان. وما كسبناش ولا ماتش. كويس كويس انت ما لعبتش الماتش ده 4-4. الحمد لله. لكن مع الاسماعيلي الحقيقه 4-4 ده كان ماتش تاريخي. طبعا ماتش عالمي. انت نزلت قلبت الدنيا، كانت 4-3-2 للاسماعيلي. كان الاسماعيلي 3-2 3-3 4-3. بص الاسماعيلي كان متقدم على طول 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 بعد كده 4-3 الجول اللي جبته بعد كده 4. يعني ما تقدمش النادي الاهلي الا لما الحمد لله لما نزلت انا اتعادلت 3-3. انا اللي عامل الجول كمان لبلال. لبلال. عديت وبتاع وحطيت كره في القائم وكره شالها صبحي. لا يعني عملت شغل جامد لما نزلت الماتش. بص ده خلي بالك مدربين يعني احنا بنشتغل تدريب دلوقتي بنستفاد من المدربين ازاي بالمواقف اللي احنا عشناها معاهم. اوكي. مانويل جوزيه من المدربين. طبعا هو كان فكره عالي جدا في الكوره و و و والكلام ده كله، لكن كان عنده ميزه غريبه جدا. بيعرف يتعامل مع كل لعيب بشخصيته. صحيح. يعني انا كان بص كان دايما يهرج معايا ويضحك معايا ويقول لي يعني بقول لك ايه من المدربين. طبعا صعب جدا ان لاعب يقعد هو مبسوط. يعني انا من اللعيبه اللي كنت مع ان انا غيور جدا ومعروف عني ان انا لما بقعد احتياطي بعمل كوارث يعني. لكن جوزيه لا ولا بص ولا عرفت معاه حاجه. انا بحبه يعني عارف من المدربين اللي انا بحبهم يعني. على الرغم ان هو يعني انت في السنه اللي هو مشي فيها انت كمان مشيت. لا انا مشيت السنه اللي بعدها بقى او السنه اللي بعديها. يعني السنه دي برضو كنت ماشي يعني. كنت بلعب على فترات بس لما كنت بلعب كنت بمؤثر. اوكي. اللي هو مشي فيها. السنه اللي هو كان موجود فيها ومشي لحقنا فيها 2001 ومشي وبعد كده جه بونفرير. بونفرير ده اللي سود الدنيا خالص يعني. يعني بص ايه الفرق من وجهه نظرك ما بين بونفرير وجوزيه؟ لا بص ال 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 اللي خلي بالك عشان بس الناس تبقى فاهمه الكوره او المدربين مدارس. اوكي. كل مدرسه بيبقى ليها مدرب مخصوص. المدرسه البرتغاليه تختلف تماما عن الهولنديه. الهولنديه يحبوا الخط والرزع والكلام ده كله. يعني حقيقي يعني علاء يعني لما حد يجي يقول لك ان هناك فارق ما بين المدرسه الهولنديه والمدرسه البرازيليه طبعا. ده حقيقي؟ اقول لك ليه؟ جوزيه مثلا محمد فضل. اوكي. قال له انت ما ينفعش تلعب راس حربه، ما تعرفش ما ينفعش تلعب كوره، تلعب طايره، تلعب سيله، سله، لكن ما تلعبش كره قدم. السنه اللي بعدها راح الاسماعيلي؟ لا مش الاسماعيلي، لا كان معانا لسه ما مشيش. ده جوزيه اللي مشي. حلو. كمل معانا بونفرير كان يمكن انا كان جوزيه مش مأيده في افريقيا فضل. اوكي. خلي بالك. وانا كنت متأيد افريقيا كان هو بيلعب فضل عليا. السنه كلها. بونفرير. هو واحمد صلاح حسن. والاثنين اللي مشوا بونفرير. طب والله بكلمك ماتش انبي. ضيعوا جوان كتير. لا لا بقول لك ايه يعني. طب انا اقول لك على حاجه. الكابتن طارق سليم الله يرحمه بالصيف خير يعني.
كان من الناس اللي مقتنع بيها جدا، كان مدير كره وكان كابتن علاء عبد الصادق معايا يعني. فكان تعب معاه، تعب معاه علاء ابراهيم، علاء ابراهيم، علاء ابراهيم مع بون فريد. ده بون فريد جه قال لي انت هتمشي، قلت له انا عارف ان همشي، كانت اخر سنه ليا وطبعا ما كنتش بشارك، مش مع اني كنت بنزل بجيب اجوان. لكن كان هو قال لي انت هتمشي، قلت له بقول لك ايه والله في الجزيره يا اسلام، قلت له ما حدش عارف مين هيمشي قبل مين. المدرب. والله انا اقول لك ماتش ينبي ده كابتن علاء ابو صادق يعني حي يرزق يعني، تعب مع ابو فريده عشان ياخدني. الماتش ده قال له ده الوحيد اللي هي يعني بعد بلال هو الوحيد اللي بيجيب لك جون يعني، ده لا قال لك لا بفضل واحمد صلاح حسني. ضيعوا جوان هو والاثنين مشوه يعني. والاثنين مشوه يعني، بعدها برضه تهيألي فضل مشي وصلاح كابتن يعني صلاح فضل مشي تقريبا بعدها بسنه. تقريبا مشي راح الاسماعيلي، واحمد صلاح مش عارف بقى يعني مشي وبطل وراح اتجه للتمثيل بقى. للاعلام دلوقتي بيعمل مسلسلات وافلام وافلام وبتاع وقصص من الحاجات دي. اسهل يا عم شويه من يا ريت كنا كده، يا ريت يعني. وده بقى احمد خدني معاك الله يبارك لك. كره القدم صعبه جدا. كمان في مشكله كبيره جدا للعيبه، كمان في نسبه كبيره جدا ما يعرفوش يعملوا حاجه في حياتهم الا الكوره. صحيح، وللاسف انا منهم. اوكي، يعني انا ما اعرفش حاجه غير الكوره، اتولدت كوره يعني، لا اعرف اشتغل، لا اعرف اشيل حاجه، لا اعرف، ما اعرفش اعمل اي حاجه خالص خالص خالص. بتعمل ايه دلوقتي بقى عليك؟ تدريب، تدريب برضه، ما هو برضه كوره. والطبيعه بتاعتنا مخلينا برضه بعاد شويه يعني، برضه الصعايده يعني لينا برضو قصه غريبه كده. ايه اللي حصل احكي لنا انت عملت ايه؟ يعني اللي انا فاكره انا دايما بتابع الشباب اللي في الجيل بتاعنا، انا عارف انت عملت مع ايسترن كامب اللي هم شرقيه للدخان ساعتها. بالظبط، ان انت عملت معاهم شغل كويس جدا وصعدت بيهم وعملت عملت شغل كويس جدا معاهم. بص انا اشتغلت في يعني بدايتي كمان ما كانش في النادي الاهلي. اوكي، اشتغلت مع نادي نجوم المستقبل. اوكي. النادي ده الحقيقه يعني ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا يعني، كبرني الحقيقه. اشتغلت في الناشئين وبعد كده بقيت مدرب عام وبعد كده مدير فني، هو اللي قدم لي الناس ان انا بقيت مدير فني. اوكي، نادي نجوم المستقبل الحقيقه يعني. اللي الحقيقه ان انا اتمنى ان هو يرجع تاني الدوري الممتاز. بدات فيه، بعد كده بديت بقى اخش بقى كفر الشيخ، دي كرنس، نابرول، اشتغلت في حوالي 10 12 نادي على ال 10 يعني 10 11 سنه اللي فاتوا. شفت كتير قوي. بس اتعلمت منهم كتير قوي. بص التدريب تقعد تسمع وتتفرج وتتكلم وتسمع من الناس، وانا خدت على فكره السي والبي في افريقيا، وناس محاضرين كبير جدا خدوا يعني، جم يدونا محاضرات ولا بنستفاد اي حاجه، كله ده هقص. لا يا راجل. طبعا الورقه لازم تبقى معاك. لا بص، ان انت تقعد في المباراه، لا دي قصه ثانيه خالص، قصه ثانيه خالص. يعني الحمد لله عملنا انجازات، بس مش ان انت تطلع من فرقه، لا صعبه يعني. لكن لما ربنا اكرمني بالشركه الدخان، نادي فيه امكانيات كبيره جدا، ودلوقتي الكوره امكانيات. صحيح. كان اديلهم سنه او سنتين في الدرجه الثالثه بيحاولوا، كان بينافسوا فرق كبيره جدا، كان البنك الاهلي السنه الاولانيه. السنه دي اللي صعد فيها البنك الممتاز، وبعد كده راح طلع الدوري الممتاز على طول. السنه اللي بعدها الاتصالات. برضو امكانيات كبيرة جدا، كبير، اكبر من الدخان، والحمد لله قدرنا نصعد بقى من الثالثه للثانيه. حلو. ومن الثانيه بقى دخلنا يعني، كان احنا كنا موفقين ان احنا نروح مجموعه الصعيد. حلو. طبعا كنا موفقين جدا ان احنا اتحطينا في مجموعه الصعيد. مجموعه الصعيد ميزتها ان انا لعبت 7-8 سنين في مجموعه الصعيد. انت علاء ابراهيم؟ طبعا. وانا لعيب وانا في الدنيا. صحيح. فكل الملاعب اللي انا رايحها حافظها، عارفها، حافظها، حافظ الاماكن. وكنت وانا اروح قبل ما يروح اقول له للاداريين في فندق كذا، احجز في كذا، اعمل كذا، هنتمرن في كذا، خلي بالكم الملعب ده حافظ في كذا. كل حاجه، كل حاجه يعني. خلص مخلص يعني. من ضمن الحاجات يعني الامكانيات برضو ساعدتنا بشكل كويس، الحمد لله تصدرنا. من اقول لك يمكن ما كانش ترتيبنا ان احنا كده، لكن الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا تصدرنا من الاسبوع الاول للاسبوع ال 24. تخيل. من الاسبوع الاول. حلو ده جدا. كان باقي 6 اسابيع، وست اسابيع فيهم 4 فرق أو 5 فرق من اللي نزلوا. حلو. يعني وايه، والدور الاولاني كسبينهم في ارضهم بارقام يعني، 3-2 الكلام ده كله. فالموضوع كان سهل يعني. فال 24 ده اول مره من سنتين ان انا اصعد من درجه الثالثه للثانيه ومن الثانيه للممتاز، اول مره اخسر ماتشين ورا بعض. مشيت. وانا اول. مشوك. وانا اول. أوكي. وفرق بونت كمان. كنت فارق 7 بونت. اوكي.
يعني كنت فارق 7 بونت، حتى قالوا لي يعني انت ضيعت 7 بونت. طب انا مين اللي جاب ال7 بونت؟ يعني انتوا اللي جبتوا 7 بونت ولا احنا اللي جايبين ال7 بونت الفرق؟ وبعدين في ماتشين يعني، لا يعني هو كان برضو الحقيقه انا مشيت في ظروف يعني صعبه. لا يعني في ظروف مش كوره. اوكي. يعني ما فيش حد يقول ان لعيب مدرب ماشي اول وكده، الا هم بقى شايفين ان انا مدرب ما عنديش فكره. ممكن ما عندكش فكره بعد سنتين؟ ما انا اقول لك الحاجه، بعد صعود وصعود في الدوري في الدرجه الثالثه 26 مباراة حلو، كسبت 24. طب ما تخيل؟ يعني هو لا كسبت 22 وتعادلت 2 وخسرت 2. حلو جدا برضو. تمام؟ وطلعت وصعدت 22. بالظبط. وطلعنا الممتاز، الممتاز تسبيح. 4 ماتشات خسرتهم وثلاث ماتشات تعادل او ماتشين تعادل تقريبا، منهم الماتشين الاخرانيين دول. وايه مع المنافس المباشر ليك، يعني تلعب الالومنيوم تاني ورايا في الالومنيوم. يعني هتعمل ايه؟ و2-1 يعني مش كانوا، اللي انا فاكره الوقت ده، دي حقيقه الكلام ده كان من 3 4 سنين صح؟ لا السنه اللي قبل اللي فاتت، اللي قبل سنتين يعني. كانت العلاقه رايحه في شد وجذب وكلام ورايحه وجايه ما بينك وما بين الشرقيه للدخان يعني. هو يعني بص، انت كنت متضايق منه يعني؟ انا اقول لك انا اتضايقت ليه؟ لان انا عشت معاهم سنتين. اوكي. وبعدين قبلها يعني قبل انا ما اروح لهم كانوا بيعانوا ان يطلعوا من الدرجه الثالثه للثانيه، كان بيعانوا. اوكي. بامكانياتهم دي، فلما جيت الحمد لله عملت لهم نظام لدرجه لحد دلوقتي ماشيين على اللائحه اللي انا عاملها. بس الكره هي الكره كده على لا لا مش هقول لك، ما انا هقول لك اتفضل. مشيت بطريقه مش كويسه. لطيفه. لا لا طريقه ديرتي يعني. ماشي. ديرتي كبير جدا يعني. وكمان ايه ما احترمونيش. يعني ايه انت حتى لو انت خلاص خدت القرار طبيعي ان انت بتتكلم ان المفروض ان على الاقل ان انا اتكرم. لان هم بعد لما صعدوا ممتاز وعملوا مشكله مع المدرب اللي جه بعديه كابتن علاء نوح وما وفقش في الدوري الممتاز، قال لك اللي صعدنا علاء ابراهيم. طب انت احترمت علاء ابراهيم؟ لا، على الاقل انت كلمني ماشي، ما فيش انت خايف ان انت ما تصعدش وانا شايف ان انا مثلا كذا ولا كذا، كلمني قول لي. لكن انا عرفت ان انا مشيت من الصحفيين، من الاعلام. من الاعلام. ده ما يصحش طبعا. هو ده اللي ضايقني كان. وبعدين انا كانت تربطني بيهم علاقه كويسه يعني، انت فاهم يعني. ايوه. لا ما فيش مشكله، هم ناس محترمين حقيقه. لكن كان في توجهات تانية بقى، لعيبه بقى ولعيبه تخش ولعيبه تطلع ولعيبه تعمل، واعتقد النتيجه باينه يعني. بس نزلوا برضو بشكل صراحه، مع ان كابتن علاء عبد العال عمل معاهم شغل في الدور الثاني الحقيقه تحديدا. الدور الثاني بس خلي بالك يعني، كل واحد فتره ليها برضو. كابتن علاء برضو جه في واحد جاب 18 لعيب اعراض. اعراض. اوكي. واللي مشوا 16 لعيب كان عندهم ازمه قيد قبلها صح؟ طبعا. وال 16 لعيب برضو يعني الدوري الممتاز اللي هم جم من اول السنه مشوا برضو عاملين لهم مشاكل. اوكي. فالله يكون في عونهم يعني. لكن شاي الدخان الحقيقه من الانديه اللي لازم تبقى دوري ممتاز. لازم تبقى دوري ممتاز. طبعا امكانياتها بتقول كده على الاقل. ملعب لا يعني حاجه عندهم رئيس شركه برضو مركز في الكوره قوي يعني، في الكوره وعايز يبقى، لان الراجل ده انا كنت معاه من الدرجه الثالثه. أوكي. يقول لي انا عايز ابقى في الممتاز. يقول لي انا عايز، والله والله كده قال لي انا عايز اقعد اكمل جنب الكابتن خطيب. فعلا؟ والله قال لي كده، قال لي انا كده، قال لي انا عايز اقعد في، انا عايز اقعد جنب الكابتن خطيب. والله اقعد جنب الكابتن خطيب. قلت له حاضر. لو عرضوا عليك دلوقتي تدربهم تاني هتوافق؟ ما اعتقدش ان لا يا علاء. الكره الكره مفيش اهو. وبعدين هو يعني الامانه برضو من الانديه اللي تنجحك. والله. طبعا. نتكلم على الاهلي شويه بقى. خلي بالك، خلي بالك وراح للاهلي. الاسم، اسم البرنامج نفسه جميل. انا ببقى يعني انا طبعا قناه الاهلي، والاهلي طبعا بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. انت عارف يعني مش للاعلام يعني. يا عم انت مغلبنا بقالك 3 4 اسابيع بقول لهم كابتن علاء. يا عم فين يا عم ولا حاجه. مش فاضي. انا موجود والله. بس يعني كانت عندي حاله وفاه كده، خالي من الناس اللي كانت مربياني يعني. قدام لله يا حبيبي. فتوفى. فبيني وبينك يعني كنت متضايق. نفسيا. يعني كنت الحقيقه كنت عامل نفسي كان قريب مني جدا وكنت بحبه جدا. الله يرحمه. لدرجه ومات فجاه، ورقمه كان متسجل عندي على يعني على السجل. المكالمات كان لسه ما اتشالش يعني، من يومين كان مكلمني وفجاه قالوا لي ده توفى. انا لله. فنفسيا كده كنت متضايق. فكلموني الحقيقه وقلت لهم والله انا يعني ما ينفعش ما اقولش يعني. لا حبيبي انت كل فتره محتاج ان انت تطل على جمهور النادي الاهلي، وبالتالي يعني هو ده اللي احنا كنا عايزين نقوله. احنا يعني
جمهور الاهلي يشوفك من خلال البيت الكبير فقط لا غير، يعني لانه يعني عايز انت اقول لك من الناس اللي الجمهور الاهلي بيحبهم. عايز اقول لك احنا انا نفسي ببقى سعيد ان انا جاي الاهلي، انا بحس ان انا اول مره اخش النادي الاهلي، بفتكر وانا جايب المنيا كده في شنطتي من القطر في محطه رمسيس وانا رايح الاهلي. ولا تحكي لنا الحته القصه دي حلوه برضو، اصل القصه حلوه جدا. خلي بالك انت لما بتحكي قصه زي دي انت بتحكيش قصه، انت بتحكي في شباب صغير قاعد بيتفرج على علاء ابراهيم، يمكن ما يكونش ما شافش علاء ابراهيم وبيلعب، شاف اجوان علاء ابراهيم بس طبعا. فشاف عايز يعرف هو علاء جاي من المنيا للنادي الاهلي جه ازاي، ايه اللي حصل، هل هي زي ما بيتقال كده ان الانديه الكبيره دي بيبقى فيها واسطه واللي مش عارف ايه والكلام ولا ايه الصعوبات، الدنيا مشيت ازاي لغايه لما وصلت للنادي الاهلي؟ لا شوف يعني قصه كبيره جدا يعني يعني النادي الاهلي بالنسبه لنا يعني اقول لك مش يعني حلم كبير جدا لكل احنا في الصعيد، احنا الصعيد مثلا من باول بني سويف الفيوم المنيا اسيوط، يعني معظم الصعيد 90 95% اهلاويه. اوكي. واهلاويه كمان بصعيده، يعني اهلاويه متعصبين. بنحب الاهلي قوي قوي. يعني فوق ما تتخيل. فبالنسبه لي كان حلم حياتي ان انا كنت بلعب وكنت بقول لهم كده انا بشتغل انا بلعب عشان الاهلي. عشان اروح الاهلي. فتخيل فجاه اروح الاهلي. انا كان خمس ست سنين بلعب درجه اولى، هداف الثلاث مجموعات بتاع الممتاز، كان طبعا مجموعه الصعيد لوحدها، وكنا بنحاول لكن ما وفقناش الصعود الا السنه اللي هو مسكنا فيها الكابتن حسن شحاته. مظبوط. اول فرقه نصعد يصعدنا الكابتن حسن للمنيا. السنه الثانيه رحنا صاعدين دوري ممتاز، اتشافنا بقى. احنا قبل كده كان في لعيبه كبيره جدا، يعني خلي بالك كان عندنا لعيبه كويسه جدا، عماد النحاس المنيا، ما هو لسه كنت هقول لك احمد حسن، كان كلنا منتخب صعيد ومنتخب المنيا، يعني كنت عبد الرسول قبلكم بقى بشويه طبعا نجم كبير. يا نهار ابيض على الكوره. انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن انا من يومين ثلاثه كانت قرعه الدوري المصري وكان بيكرموا الهدافين. صحيح. طبعا انا كنت هداف الدوري فروحت اتكرم، كان قاعد جنبي الكابتن احمد الكاس. طبعا نجم كبير. طالع كابتن محمد مشاي بتاع المحله، بقول له مين ده انا مش عارفه، قال لي يا نهار ابيض، واحد يتكلم عليه بقى يعني قاعد يحكي لك. ايه ده؟ فبقول له يا كابتن كاس تخيل شوف الاجيال اللي بعدكم عامله ازاي، المواهب اسلام بتقل. يعني شوف كابتن كاس بيتكلم على المشاي عامل ازاي، وانا شايف الكابتن كاس حاجه، كان برضو حاجه طبعا جدا. كابتن احمد ده نجم كبير طبعا. واللي ورايا شايف علاء ابراهيم برضو كان هداف كبير، بعديها تلاقي حسام باولو، احمد الشيخ، مش عارف مين تاني، تقريبا زيزو السنه اللي فاتت ضربات جزاء. فين المهاجمين؟ المواهب بتقل. كابتن شمد رسول ده انا كنت ناشي بقى، كان بينزل معانا، كان لسه راجع من العمليه بتاعه الرجليه الحادثه دي، ونزل معانا. ايه ده؟ ده كان بعد الحادثه. انا ما شفتوش قبل الحادثه، انا اتفرجت عليه بقى في المنتخب. لكن بعد الحادثه نزل... ده كان نزل معانا يتمرن معانا مره اسلام. ايه ده؟ يا نهار ابيض، حته لعيب. ما عشان كده انا بقول لحضرتك، انت لما تكون موجود في قناه النادي الاهلي فانت دلوقتي بعد ما تخلص هتلاقي الناس الشباب اللي قاعد بيتفرج علينا بيشوف الاجوان بتاعت علاء ابراهيم مع القصه بتاعتك، هيسمع يعني يا جماعه الحياه مش كلها كده، الحياه فيها صعوبات كبيره جدا عشان تقدر تصل ان انت تلعب في النادي الاهلي مهما كان اسمك او مهما كان تاريخك. شوف يعني مش انا بس يعني، طب انا اقول لك حاجه، لسه معتزل دلوقتي مين؟ مش وليد سليمان؟ عامل جنايات عشان يروح الاهلي. صحيح صحيح. وتعب تعب مش عايز اقول لك. صح. يمكن انا خمس سنين معايا بتروجيت، يعني كان ابني، كنت محتضنه. والله. طبعا. ولا يا بقول لك الصعيد كل هدفنا الاهلي. انا بقول لك اليوم اللي انا جيت شلت شنطتي دي ورحت ركبت القطر وجيت الاهلي انا مش مصدق. انا يمكن جيت مره قبل كده كنا بلعب مباراه وديه بس مع الاهلي، المنيا والاهلي في الدوري الممتاز، بس ادي المره اللي دخلت فيه الجزيره. تاني مره اللي انا رحت بقى امضي واخلص والكلام ده كله. لا الاهلي بالنسبه لنا يعني حاجه كبيره جدا، بندافع. في ناس ممكن تبقى يعني صعبه شويه في الدفاع، ممكن تتقرر، في ناس زي كده متوسطه. لكن بالنسبه لنا الاهلي لا، مش يعني احنا غصب عننا احنا بندافع عن الاهلي. انا يمكن في القرعه برضو كان حصل موقف كده، وبتوع الاسماعيلي كان يعني متضايقين ان اول ماتش الاهلي ومش عارف مباراه والامن بتلعبوا في الاهلي، وانا اقول لهم يا عم طب ما هات موافقه الامن والاهلي يلعب في الاهلي. الاسماعيلي مشكله يعني، انت فاهم عارف
بتكلم بحرقه كده يعني، انت فاهم ازاي؟ فالاهلي بالنسبه لنا يعني احنا بندافع عليه بصرف النظر، احنا بقى قريبين بعاد في بنتمرن بنعمل، عشان برضو في نغمه طلعت بعد كده يقول لك ان انت لازم تستفيد او لازم تدرب. لا طبعا اطلاقا، بالعكس خالص. احنا اللي بيحب الاهلي بيحب النادي الاهلي. انا شخصيا انا مستعد افجر نفسي في النادي الاهلي عشان تبقوا فاهمين. انا شفت خيال رياضيا يعني، رياضيا افجر نفسي يعني. بص يتمرن ويجري او يمرن او بتاع يعني، مش مهم ان انا ابقى موجود في النادي. وغيري امثالي كتير جدا جدا، ممكن في نماذج صغيره بتطلع، مواقف مثلا ابنه مثلا ما لعبش كده، الكلام ده كله يعني، نفسه ممسك حاجه في الاهلي وما مسكش، فممكن يبقى تحصل، لكن مش ده صح. لكن احنا كلنا كاهلاويه بنعشق النادي الاهلي. انا الحقيقه من الناس اللي كنت اتمنى ان انا العب اعمل اوفر لعلاء ابراهيم صراحه يعني، والله العظيم لعيب، اصل انا لعبت ضده يعني. انا للاسف الشديد انا ما لعبتش مع علاء في النادي الاهلي، ولكن لعبت ضد علاء وانا بلعب في انديه اخرى، مع نادي الاسماعيلي مثلا ماتش 4-4 ده انا اللي كنت ماسك علاء ابراهيم، فانا عارف علاء ابراهيم يعني. انا جبت جون، وهو انا جبت جون في النادي الاهلي لو تفتكر، ضربه جزاء. وعلاء برده جاب جون، بس عمل الجون الثاني اللي هو الرابع لبلال، لا او الثالث، انا اسف، لبلال الرابع اللي جبته حاجه كده يعني برده. فواحد من الناس، واعتقد ان انت جيت الاهلي بسبب جون انت جبته مع المنيا في الاهلي. انا بص، انا كنت كان قبلها كان هولمان، انا فاكره، معرفش انا صح ولا غلط، اللي انا عديته ورحت مرقص يوسف وبعد كده العصام الحضري وحطيته. ماشي. انا قبلها كنت المفروض اجي النادي الاهلي. اوكي. وكان ماسك هولمان اللي هم اللي الفتره دي اللي هرب فيها، وراح جه تسوبل. اوكي. فتسوبل قالوا له في لعيب في المنيا كذا كذا، قال لهم لا انا عايز اشوفه يعني، اشوفه الاول. فكانت بعدها يعني فيديوهات تقصد ولا شوفوا يجي؟ لا شوفوا، لا ما كانش فيه بقى فيديوهات والكلام ده كله يعني، كان مباراه الاهلي بس اللي بتذاع، اهلي وزمالك بس اللي بتذاع. أيوة صح الكلام ده صح. فقال لك اشوفه في ماتشنا. بس كان حظي حلو ان كان كابتن طاهر ابو زيد كان عضو مجلس اداره ساعتها. وكنت بلعب الشمس، بلعب الشمس المنيا والشمس في الدوري الممتاز. ايوه. وشافني. ايوه. برضه راح اكد على الكلام ان انا يعني لعيب كويس، لا في المنيا في لعيب فرد كويس كذا كذا كذا. جينا بقى الاهلي هيلعب المنيا عندنا بقى في المنيا مباراه العوده يعني. اوكي. مباراه طبعا الجمهور اهلي مش منيا يعني، جمهور المنيا اهلاوي طبعا، بيشجع الاهلي. طبعا. يعني انا جبت جون يعني، في فرحه بعض الناس، لكن هم جابوا جونين بعد كده، كابتن حسام جاب جون وبعد كده فيليكس جاب جون، كسبوا 2-1. بس انا كنا يعني انا جبت جون وبعد كده جالنا ضرب جزاء طاعت، وبعد كده الاهلي تعادل كابتن حسام، وبعد كده فيليكس جاب جول. بعد المباراه خلاص بقى يعني كلموني ان انا خلاص، قال لك انا عايزك تيجي الاهلي. خلاص خلصت. دي كانت البدايه معاك يا كابتن علاء. وايه اللي حصل بعد كده بقى يعني؟ معلش احكي لي الموضوع ده مشي ازاي يعني. خلاص تم الاتفاق وكل حاجه، انت عملت ايه؟ رحت ازاي؟ القطر، النزول، الحاجات اللي انت بتحكيها دي حلوه قوي، لطيفه جدا. كان الدوري لسه ما خلصش، كان فاضل فيه حوالي 4-5 اسابيع. كان طبعا كان جاي لي بقى الاسماعيلي ومصري وزمالك. اوكي. ويعني كان كذا نادي بقى. بالظبط كده يعني. بس انا كنت يعني طموحي الاهلي يعني. تخيل بعتوا لي الشيك، طبعا النادي المنيا مجلس ادارته ناس يعني بتحب النادي الاهلي وبتقدر اللعيبه، والحقيقه ما كان وقتها كان ال 250 الف جنيه ده كان رقم كبير جدا، رقم عالمي. رقم كانك دافع 250 مليون. بالظبط كده يعني، حاجه جامده جدا. فالمهم كلمت الناس وبتاع، فقالوا لي خلاص يعني انت في ناس بتضغط عليك وبتاع، وكان نادي الزمالك كان بيضغط كده، كان اللواء علاء مالد كان ماسك عندنا في الامن العام في المنيا، كان لسه في الخدمه. الخدمه يعني. طبعا. وكان عايزني اروح الزمالك. قلت لهم في الاهلي لو بعت لي، وقال لي امضي، وخد المديريه عنده، قال لي امضي همضي وانا هعمل ايه؟ فقال لي طيب خلاص. كابتن ثابت الله يرحمه من الناس برضو اللي سبب من اسباب ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. ايوه. فبعت لي الاداري، فعملت مجلس اداره وقلت لهم الراجل جايب الشيك، جه الشيك ورحت ماضي وخلصت الاستغناء وتمام تمام. لا مضيت عقود بقى ولا الكلام ده كله. خلص الدوري، كلمني كابتن ثابت قال لي تعالى لي بقى عشان تمضي العقد. وقال لي افتكر كان بكام العقد ولا؟ بص انا مضيت ولا يعني تعرفش يعني حاجه؟ انا ما اعرفش يعني. هو طبعا اللعيبه دي حققها يعني، كل اللعيبه اللي بتروح النادي الاهلي دي حققها انها تتكلم في ارقام يعني. او اللعيبه اللي في الاهلي وعايزه ما رضتش تجدد وشافت حاجه اعلى من كده وتمشي برضه حقها، لكن احنا زمان ما كانش فيه الكلام ده. ما كانش فيه الكلام ده خالص. لا خالص. انت بتمضي وخلاص. يعني مين اعلى من تريكا مثلا في المجموعه الاخيره دي، الفتره الاخيره دي؟ مين؟ صحيح. مش شايف. لا ابو تريكا لا ما. ما تقوليش بقى فلان ولا علان. لا لا من غير اسماء، هو تريكا ما فيش يعني. صح كده؟ ما حدش. ده عربيات. كلنا كنا كده.
انا قبل ما امشي قلت للكابتن عادل القيعي، كان موجود طبعا في لجنه التعاقدات، انا امضي، انت محتاجني امضي امضي، ما تعرفش انت هتاخد ايه، انا مضيت وما اعرفش اخد ايه، لكن على حسب الفئه اللي بيصاب بالظبط فيها النادي. هو يعني هو النادي اللي بيقول، مش انت اللي بتقعد يعني. انا بستغرب من اللعيبه اللي بتيجي تقول لك مثلا ناخد قد كده، لا انت قد كده، لا اختلفنا على الفلوس، مش عارف يعني. انا بستغرب الحقيقه، مش يعني مش مستوى. الازمنه اتغيرت، الاسماء اتغيرت، ما اعرفش. بس يمكن زمان كان في القاعده كانت عريضه شويه، كان في علاء ابراهيم كذا واحد. اوكي. لكن دلوقتي مثلا ما فيش الا واحد اتنين، النادي الاهلي او الانديه الثانيه بتتصارع عليه. فاللي بيجي له اكتر، لكن النادي الاهلي لا يقدر بمال الحقيقه. ده في وجهه نظري يعني. كلام محترم جدا يا علاء الحقيقه، وكلام يستحق كل تحيه وكل تقدير. انا عايزكم تستمتعوا بالاهداف اللي جايبها كابتن علاء ابراهيم لكل الشباب اللي ما يعني ما شافش كابتن علاء. اتفرجوا، خشوا اتفرجوا على، ما تجيب لنا عم ماتش الاسماعيلي ده عامل جون عالمي. طب تطلع فاصل الاول بعدين نرجع عشان تطلع فاصل. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل. تعديب ميه الجون واحنا بنطلعين فاصل. طيب نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. وبيطولها لقدام محمد عبد المجيد، ويخلصها علاء ابراهيم. علاء ابراهيم، علاء ابراهيم، علاء ابراهيم، هو الجول، هو الجول، هو جول المانيا. اتردف عليها الهجمات المرتده السريعه والخاطفه اللي انا بتكلم عليها في ابتداء الشوط الاول. وادي علاء ابراهيم ورقص عصام الحضري ودخل جوه المنطقه، ودخل جوه المنطقه ومن بعيد حطها في الزاويه البعيده. وده اللي انا بقوله لحضراتكم، المانيا او الفرقتين عموما بيلعبوا على الهجمات المرتده السريعه والخاطفه، وده اللي انا قلته في الشوط الاول وفتحت بيه الشوط الثاني وقلت العبها ناحيه اليمين. جون حلو، وده الجون اللي خلاك تيجي الاهلي. هو ده المباراه دي اللي كانت يعني في مباراه المنيا والاهلي. المنيا والاهلي في المنيا. المباراه دي بس ملعب حلو برضه. للاسف دلوقتي ما فيش استاد منيا. ليه؟ مش عارف، استاد المنيا دلوقتي متبهدل. مش كده خالص؟ خالص، لا ده شالوا الارضيه وشالوا المدرجات وما اعرفش حتى يعني. يا ريت الوزير دكتور اشرف صبحي ينظر. لا لا لا، ده اكيد هيبقى بدايه لاحلاء وتجديد جديد، لان الدوله مهتمه جدا بانشاء ملاعب كثيره جدا. المنيا اسمها عروس الصعيد. عروس الصعيد طبعا اسم كبير جدا، لازم طبعًا لازم يبقى فيها استاد، واستاد كبير جدا. هو فيها استاد بس جامعه المنيا، وده تبع خاص بجامعه المنيا. اوكي. لكن استاد المنيا كان حاجه جامده جدا. اوكي. اهلي وزمالك بيروحوا فيه، منتخب مصر كابتن جوهري لعب فيه. لعب فيه انا طبعا. ماتش تكريم الكابتن هشام عبد الرسول. كابتن هشام عبد الرسول. يعني الحقيقه لا يعني لازم نظره للمنيا الحقيقه. ان شاء الله خلال الفتره القادمه. طيب خلينا نروح للاهلي بقى شويه. طبعا. نتكلم عن النادي الاهلي ووجهه نظرك في النادي الاهلي. احنا ما شفناش حاجه لسه، هي مباراه واحده تقريبا ب 90 دقيقة، ولا يمكن الحكم على مدرب ولا على لاعبين، ولكن بشكل عام ايه اللي انت شايفه في النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة؟ شوف يعني كل الناس بتقول لك الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي واللعيبة، هو النادي الاهلي ما عنده اللعيبة، يعني النادي الاهلي يعني اللي مشوا لو في أندية تانية السنة دي هنكون هنجري وراهم عشان يجوا. يعني اللي مشوا يعني اللي مشيناهم. لكن القصة النادي الاهلي كان في منظومه كده حواليه ما تعرفش، يعني في ناس عايزه تفشل النادي الاهلي. اوكي. حكام يعني، وفي اكتر من اتحاد افريقي مباراه بلعب مع المنافس الاساسي بتاعي في ملعبه. يعني في حاجات غريبه كانت بتحصل او حصلت الفتره دي. دوري الابطال. بالظبط يعني. وللاسف للاسف احنا برضو يعني مش عايز اقول اتجرينا ليها ومشينا في سكه، والاعلام بدا يصدر المباراه. هتعمل ايه؟ يعني للاسف ما انت لازم ترد ولازم تتكلم ولازم تبقى واقف عشان بالظبط. لكن البدايه انا يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده لقنوات تانية، لكن عايز اقول لك انا كاهلاوي بعدنا بقى ان انا علي ابراهيم ولعبت والكلام ده، لا كتير عليا ثلاث سنين دوري يبقى بعيد عني يعني. كتير قوي سنتين. طب يعني يعني دي الثالثه. ما انا بقول لك كتير قوي. ايوه انا بقول لك يعني كتير قوي هيبقى ثلاث سنين كنت بعيد عن الدوري. لا انا كاهلاوي كمشجع اهلاوي بقى لا كتير قوي. ممكن ما انا نفسي كعلي ابراهيم ما يعني ممكن يبقى رد فعل ما اعرفش اعمل ايه يعني، بس لكن لا يعني كتير قوي ما حصلتش قبل كده. طبعا ثلاث سنين كتير جدا جدا. ده لما حصل الاحلال والتجديد بتاع 2000 و2001 لا احنا حققنا بعدها. لكن ثلاث سنين كتير قوي الحقيقه.
مجموعه اللعيبه اللي لا موجوده. لا انت على اي اساس انت بتقول السنه دي؟ ده السنه دي لسه هتبدا. انا بقول لك يعني قصدي ان التالته دي يعني. لا قدر الله لو ما حصلوش يبقى ثلاث سنين. اللي انا عايز لا ان شاء الله ما يعني. اما انا بقول لك يعني سنتين يبقى دي التالته. لا يعني التالته لا صعب جدا. يعني السنه دي لا يعني لازم يبقى في تركيز، لازم اللعيبه تحس. خلي بالك اتفضل. من الحاجات المهمه جدا للنادي الاهلي جمهور. الله 50 طبعاً. مش 50% 70% طبعاً. اللعيبه نفسهم مش يعني مش عارف. هو طبعا ممكن السوشيال ميديا بقى والجمهور والناس في الشارع، لكن لا ده النادي الاهلي يا نهار ابيض. المباريات اللي احنا كنا بنلعب فيها في المدرجات احنا الناس دي. والله يا علاء لما بنقول الكلام ده فعلا، لما بقول يعني ساعدته طبعا يمكن برضو انت تحس هذا الكلام. احنا لما كان يبقى عندك مثلا مصاب وفي الدقيقه 80 ولا 85 مش قادر تجري ولا تحس، الجمهور يزعق زعقتين ولا يغني لك غنوتين، نهار ابيض، تلاقي نفسك جالك طاقه غير طبيعيه غير اللي موجود. ده كمان خلي بالك الجمهور قبل يعني على ايامنا احنا ما كانش فيه بقى التراس والكلام ده ويحفظوا اغاني، يعني كان جمهور عادي اللي هو يروح يشجع ويسقف ويلا كنت تحس ان احنا داخلين خناقه. المباريات اللي خناقه حلوه يعني. انا عايز اقول لك حاجه، كان من شويه جبت جون بتاع المنصوره، هات لنا جون المنصوره يا سامي. اللي بدماغي ده في الدقيقه الاخيره. ده في الدقيقه الاخيره في المنصوره. في المنصوره وجمهور الاهلي اكبر واكتر من جمهور المنصوره في المنصوره في في استاد المنصور. واللي جاي من القاهره كمان، مش عايز اقول لك اللي قاعدين في المنصور. مش اللي قاعدين، لا اللي جايين من القاهره. لا الجمهور سحر. شوف المباريات الافريقيه الجمهور بيبقى عامل ازاي. يعني لا النادي الاهلي الوداد كسب الاهلي بجمهور في حاجه تاني. صحيح. فلو اتعادل 100 مره المباراه دي ما نخسرش. اتعادل فاهم. ما نخسرش. يعني انت افضل. طبعا طبعا. لكن الجمهور لا مفعول سحر. فاعتقد ان لو الفتره الجايه بيقولوا يعني كنت في اللورة من شويه كان الاستاذ احمد دياب بيقول ان احمد دياب رئيس الرابطه بيقول 6000 ممكن بعد كده ان شاء الله الدنيا تتحسن تبقى 7000 10000. لا دي هتفرق مع الانديه الجماهيريه جدا طبعا طبعا جداً. انت كلاعب لما تلاقي الاهلي بيلعب الزمالك حتى يعني بيلعب الفريقين الكبيرين في مصر طبعاً. سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك طبعاً. لما النادي الاهلي يلعب الزمالك ويبقى فيه استاد القاهره ده نصه اهلي ونصه زمالك، حاجه برضه ما شفناش الموضوع ده بقالنا كتير. ما شفناهوش. والمستوى نفسه اختلف. مستوى اختلف يعني. خلي بالك المستوى نفسه اختلف في اللعيبه. خلي بالك انا في وجهه نظري مباراه السنغال بتاعت تصفيات كاس عالم من اسبابها جمهور السنغال. احنا كسبنا واحد والله. وحتى لما كنا في مصر اللعيبه مش متعوده، يعني ممكن اللعيبه اللي لسه الجديد دي برضو ما خدتش على. احنا بره من امتى يا جماعه؟ من 2011 2010 11 تقريبا. 2011 معقوله؟ بتروح وتيجي يعني. 11 سنه ما تدخل، واللي يغلط يتعاقب. هو ايه المشكله؟ صحيح. وزي ما انت قلت، ما هو في الاخر انت محتاج ايه غير ان انت تشوف الجمهور فعلا في المدرجات، الجمهور المحترم الواعي اللي بيشجع فريقه اللي بيحب فريقه اللي هي المناوشات اللطيفه اللي كنا بنشوفها زمان، لكن مش اكتر من كده. جد يعني بس هو لا برضه خلي بالك برضه اسلام. خلينا نتكلم بشكل موضوعي شويه. اتفضل. في لعيبه من هنا او نجوم من هنا، ما شالوش لعيبه، نجوم من هنا الاهلي ونجوم من الزمالك ونجوم من المصري ونجوم من الاسماعيلي بيزودوا الاحتفال. ده هدف المنصوره اهو. هو بس ما تكمل الكلام ده. شوف بس انا جريت على الجمهور اهو. لو شفت عندنا بقيه الصوره. بص الجمهور عامل ازاي في المنصوره. ده ماتش الاهلي والاسماعيلي ده. لا كان الاستاد مليان. الاستاد مليان على اخره. اهلي ونص ثلاث ارباع اهلي وربع اسماعيلي. وعايز اقول لك حاجه، كنا بننافس احنا واسماعيلي. طب تعالى بعد المباراه ده قول لي مثلا كان في مشكله حصلت. ما حصلش حاجه خالص ولا الهوا خالص. يعني حتى لما كنا بنروح نلعب في الاسماعيلي، عشان كان نادي الاسماعيلي بيقول لك ما بتجوش الاهلي برده مش عارف ايه، ما هو دواء الامنيه انتوا اللي عاملينها. كنا بنروح كان في مناوشات وبتاع وشتيمه طبيعي، كلها حاجات لطيفه، لكن ما فيش حاجه حصلت. يعني الاتوبيس مثلا اتكسر ولا مثلا اللعيب اتضرب، يعني حتى المصري ما كانش بيحصل فيه كده. يعني مش عارف الثقافه بتاعت الناس اتغيرت، يعني ما اعرفش كل حاجه اتغيرت. ما بقول لك في حاجات كتيره جدا اتغيرت. بس لكن انا عايز النقطه دي مهمه جدا. اتفضل. النجوم مزوده الاحتقان شويه كمان. لا لا يعني انا شايف ان انت تطلع تدافع. يا سيدي دافع، انا بدافع عن النادي الاهلي اهو. انا بقول لك، انا اقول لك اعمل ايه على النادي الاهلي، لكن ليه اعيب في انديه ثانيه؟ عشان الناس تقول لك عشان بيحب. من انا مش محتاج ان انت تقول لي، انا كده كده بحب النادي الاهلي، بدافع عن النادي الاهلي. لكن ان انا اجي اتكلم على لعيب يعني زي من يومين ثلاثه، الناس اللي بتتكلم على برونو سافيو، ايه ده؟
ما يصحش يا سيدي. انت زملكاوي ماشي على عيني وراسي يا حبيبي. بعيدا عن انت مالك ومال الاهلي، بعيدا عن زملكاوي واهلاوي والله لا صدقني، لان في ناس ما بيشجعوش الاهلي وزملكاويه قالوا لي اللي حصل ده غلط. خلي بالك هو في ناس زملكاويه كتير محترمه طبعا. لا كلهم محترمين طبعا. لكن انا قصدي ان انا اقول لك ايه يا علاء في الاخر، انه بعيدا عن الاهلي والزمالك الانسانيه، ما ينفعش ان انت كانسان يعني انت جاي لاعب كره جاي من البرازيل وجاي يلعب في النادي الاهلي، ينفع تقول عليه كده؟ وليه؟ وحتى الان لم يتم اتخاذ اي قرار، دي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي الحقيقه. هو لازم الاهلي برضو يصعد الموضوع ده للاعلام، الناس دي تطلع برضو تتكلم. ما هو ده اللي مخلي الجمهور لحد دلوقتي ما دخلش المدرجات. ما هو ده اللي مخلي يا جماعه اشتغلوا في انديتهم، يا جماعه اقول لي ان الانديه الثانيه ايه، اقول لي اقول النادي الاهلي اللعيبه اللي الناس اللي بتشتم في كذا ولا في انديه ثانيه شغلوهم طبعا عشان ما يتكلموش. طب هنعمل ايه طيب؟ يعني ما فيش حل غير، ما فيش وضع غير كده، ان انت تطلع على طول تتكلم على النادي الاهلي او النادي الاسماعيلي او نادي الزمالك او نادي مصر. ما ايه مش حدش هيسقف لك ويقول لك انت بتحب النادي بتاعك، ما طبيعي ان انت بتحب النادي. بس هو لازم انا اتجنى واذبح الناس واتكلم عشان انا يعني ايه المشكله؟ فاعتقد ان دي برضو يعني لازم يبقى فيها ضوابط. ايه هي ازاي الضوابط دي؟ انا ما اعرفش الحقيقه ممكن تتحل ازاي يعني. الناس تطلع على الشاشه تقول ايه؟ هو انا دلوقتي اهلاوي انا بقول لك اهلي ايه ده دمي، ما اقول لك مش عايز اقول لك ما يعني بتتكلمش على نادي تاني مالكش علاقه. هو لازم اطلع على نادي هنا اتكلم على الزمالك ولا الاسماعيلي ولا المصري ايا كان، واقول كذا 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 والزمالك وصفقاته. انا ماله ومال صفقات النادي الزمالك؟ انا مال منافس ونادي كبير جدا في مصر طبعا نتشرف بيه نادي الزمالك، لكن انا بتكلم على ناديه حب النادي، مش لازم ان انا اتكلم عن النادي التاني عشان الناس تقول لك بيحب ايه. ما انا بحب النادي ده من غير ما حد، مش محتاج حد يقول لي كده، مش محتاج حد بص يزايد على حبي للناديه انتقد الانديه الاخرى عشان الناس تقول ان انا بحب النادي ده. لا يعني ما فيش يعني، اعتقد الموضوع ده لازم يبقى ليه روابط يعني ما اعرفش يعني تتحل ازاي الحقيقه، القنوات دي بتعمل ازاي. لكن اعتقد ان هم ناس شغلتهم عشان يطلعوا في الاعلام واكل عيشهم كده. خلي بالك في ناس بتطلع يعني دمها خفيف، تقعد تتريق على ده وتتريق على ده وتتريق على ده، والناس بتحب. للاسف احنا دلوقتي في زمن اي حد اي حاجه فاضيه بتمشي زي الفل للاسف. طيب نرجع تاني للنواحي الفنيه في مباراه الاهلي مثلا والاتحاد. اتفرجت على المباراه؟ طب ايه رايك؟ بص يعني عشان ما نحكمش على ايوه الفرقه بشكل عام. نعم انا شخصيا كنت اتمنى، وانا شايف وجهه نظري فنيه فنيه مش حاجه تاني، ان النادي الاهلي محتاج راس حربه مواصفات خاصه لحد هذه اللحظه. طبعا القيد اتقفل مش كده؟ القيد اتقفل امبارح للاسف. احنا محتاجين راس حربه يعني مع محمد شريف بقى مع حسام مع شادي محتاج وقت، وحسام محتاج يعني السنه اللي فاتت خد وقت وممكن يحتاج وقت كمان سنه ولا سنتين كمان. شريف ماشي بشكل كويس وهو لعيب كبير الحقيقه اوكي ويستحق ان هو يبقى فرد النادي الاهلي، لكن محتاجين حد اقوى. انا متهيألي النادي الاهلي محتاج راس حربه قوي جدا. خط الظهر احنا ما عملناش تدعيمات وفعلا الاهلي مش محتاج تدعيمات. حراسه المرمى فعلا مش محتاج، كنت محتاج باك ليفت بس كويس مع علي معلول. ما ينفعش ايمن اشرف مثلا؟ ايمن اشرف لا، يعني انا محتاج حد زي جيلبرتو كده مع علي. مع علي اوكي. لا يعني علي برضو يعني السنه اللي فاتت وممكن السنه دي برضو اصاباته ممكن بتاخد وقت كبير جدا. طبعا الراجل اللي اديله كتر خيره يعني اديله برضو سبع ثمان مواسم بيلعب ولا ست مواسم يعني خلاص محتاج حد. لكن ناحية اليمين خلاص بعد اكرم الحمد لله الامور ظبطت كويس، واكرم برضو حل كبير جدا مع في نص الملعب. بس ده نص الملعب اعتقد مع لا مش محتاج. لا مش محتاج نص الملعب السوليه حمدي فتحي وحمدي فتحي ديانج طبعا وديانج واحمد حسن كوكا وكوكا لا مش محتاجين معاهم. ممكن صح يعني لو اتزنقت لو زنقت في وقت كده اكرم مش محتاج في الناحيه اليمين. حته الاطراف موجودة بس محتاجين تطور شوية برضو يعني يعني اعذرني ان انا هقول حاجة. لا اعذرك في ايه اتفضل. يعني النادي الاهلي محتاج حاجة تخصصي، يعني واحد كده مدرب يجي على الحتة الفينش. المدرب اللي هو راس حربة يعني اللي هو ولا اللي هو الجزء الناحية الهجومية كلها اللي هم الهفاط يمين وشمال وراس الحربة الأجنحة وراس محتاجين راس حربة مش زي مدرب الحراس كده. انا متهيألي كده محتاجين راس حربة او مدرب للناس الحته دي يعرف يجيب اجوان للفينش
يشتغل عليهم تخصصي، زي ما مدرب المدير الفني كولر كده ما عنده مدرب ينكون كده مدرب حراس، يجيب حد كده بعد التمرين قبل التمرين يمسك الحته دي اللي أهل الاهلي محتاج الحته دي. اوكي. محتاج الحته دي. ان يعني انت ما تضيعش جوان كتير. اه. اوكي. كولر ده يعملها يعني طبعا عنده شغل طبعا ونتعلم منه. طبعا. بس هو محتاج واحد تخصصه كده. اوكي. مدرب بقى كان لعيب راس حربه كده، عارف ازاي الوقفه ازاي الباصه ازاي تتحط ازاي. بص النادي الاهلي محتاج بوجهه نظري دي لو اتظبطت يا اسلام هتشوف النادي الاهلي مختلف تماما السنه دي. اوكي. مشكله النادي الاهلي على فكره الموسم الماضي كانت دي الفينشنج. خلي بالك هو الراجل بيعمل تدريب تخصصي للدفاع لوحده ونص الملعب لوحده والهجوم لوحده. تمام. اه يعني ده بيحصل يعني لسه كانوا بيقولوا لي دلوقتي وهيحاولوا يحطوا لنا حاجه على الشاشه من التدريبات التخصصيه دي. طبعا. فده معناه انه بالفعل هناك يعني ملاحظه واضحه من مدرب ان شاء الله يبقى كبير يعني علاء ابراهيم خلال انت مدرب كبير بقالك 10 11 سنه بتشتغل في التدريب متزم. وبالتالي لسه ان شاء الله قدامك عمر اكتر واكتر ونجاح اكتر واكتر خلال الفتره اللي جايه وبالتالي هو ده بيحصل. فعشان كده كلام مهم جدا وملحوظه مهمه جدا. هنرجع نكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل بقى نرجع نتكلم عن بقيه كلامنا عن النادي الاهلي وعن الدوري العام المصري في الموسم المقبل مع النجم الكبير كابتن علاء ابراهيم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن علاء خلينا نتكلم اكتر عن الدوري بقى في الموسم القادم من وجهه نظرك بعد كميه التعاقدات الدوري العام المصري يعني كميه التعاقدات الكبيره جدا اللي حصلت في الدوري مع صرف مبالغ كبيره جدا على التعاقدات، تفتكر الدوري السنه الجايه هيكون عامل ازاي؟ متهيألي اول سنه يبقى فيها كميه التعاقدات دي واللعيبه الانتقالات دي ومن نادي لنادي ويعني لا كميه كبيره جدا. مش عارف يمكن السنه دي والسنه اللي فاتت برضو في لعيبه من الدوري الممتاز به راحت الدوري الممتاز ودي حاجه برضو ايجابيه جدا. افتكر اوفا انت اللي موديه تهيألي مين؟ احمد اوفا اوفا وديته سيراميكا من الدخان من سيراميكا راح انبي من سيراميكا انبي وهو كان في الدخان السنه اللي فاتت كان مكسر ده من الفراوده اللي جايه والله. طب صغير تقريبا في السن صغير في السن حوالي 25 سنه 26 سنه 24 25 يعني كان معايا في الدرجه الثالثه جاب 27 جون. كلمت انا سيد قلت له يا سيد في فيرود عندي كذا 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 وما لعبش اهلي يعني كبير عليه الاهلي دلوقتي بس خده هتلاقيه سعره حنين. مين سيد عبد الحفيظ؟ وديه مثلا الجونه وديه اي فرقه دوري ممتاز يلعب سنه سنتين هيبقى سيد عبد الحفيظ سيد حفيظ كابتن سيد قلت له هيبقى حاجه كويسه جامده جدا. قال لي بس انت عارف الاهلي وبتاع المهم يعني ما حصلش نصيب يعني فصعدنا ممتاز بيه فجات له سيراميكا بقى كان معتزل بالطاوي بقى وكده فاخدوه عامل معاهم سنه وبعد كده جابوا الدخان في شهر واحد اللي فات ده هو اعاره الست شهور دي استفاد منه عمل معاهم فرق كبير جدا هو امكانياته كويسه وتقريبا راح انبي بابوكا يعني عشان في صفقه ابوكا وانبي في وجهه نظري هم طبعا خدوا اوفا وحتى لعيب تاني كمان وخدوا فلوس انا بقول لك اوفا هيفرق معاهم عن ابوكا كمان ياه طبعا اوكي مع انبي يعني مع انبي لان الواد ده من الفراوده شايفه كويس انت عنده حاجات كويسه قوي عنده قلب أوكي. وروح وجدعنه واخد حاجات كتيره جدا بيفكرني طبعا مع الفارق الكبير طبعا كابتن حسام حسن مع الفارق طبعا لكن قلب وروح وممكن يعني يفجر نفسه في الملعب لا يعني الولد ده انا شايف وجهه نظري ان هيوصل لحاجه كويسه بالظبط تمام الدوري بقى العام الدوري العام السنه دي يعني انا نفسي انا مستني الدوري مستني اشوف مستني اتفرج على الفرق طبعا مستني اشوف التعاقدات دي والمدربين دي ايه بيفكروا ازاي احنا بنستفاد منهم طبعا اكيد فالدوري السنه دي صعب جدا اوكي صعوبتها في اللعيبه اللي اتنقلت دي خلي بالك لان كل اللعيبه دي في وجهه نظري هيبقى عندهم طموح اثبات الذات فممكن الوضع يختلف في الدوري السنه دي هيبقى يعني مختلف عندنا برضو في النادي الاهلي حته ان السنتين ان يبقى ضايع عننا الدوري لا برضو الوضع مختلف تماما اعتقد الانديه الثانيه لهم حق مشروع في الدفاع عن طبعا الدوري بتاعهم او الدوري او المنافسه فاعتقد ان الدوري السنه دي هيبقى ليه طبع مهم جدا اول مره انا كنت في الرابطه اللي هم بتوع القرعه اول مره نشوف الدوري يبدا امتى
وينتهي امتى برضو. صحيح. دي حاجه مميزه جدا. طبعا ما كناش نعرف الدوري هينتهي امتى، ف 18 10 وينتهي 30 6 برضو دي حاجه مميزه، بيحكم لك اللعيبه اللي في افريقيا او الماتشات اللي في افريقيا كام هنا يوم هنا وكام يوم هناك، برضو دي حاجه كويسه. طبعا يا ريت نمشي كده، اتمنى ده برضو بيدي قوه للدوري. اعتقد الدوري السنه دي اعتقد ان شاء الله يكون مختلف بشكل نستفاد منه من الكره المصريه، لان خلي بالك الاخفاقات الكبيره جه كتيره جدا من المنتخب سببها الدوري العام. ياه. طبعا سببها الدوري العام. قول لي مين اللي فرزوا المنتخب الانديه للمنتخب؟ مفيش. مفيش. فاعتقد ان الفتره اللي جايه يعني اتمنى ان الدوري يكون يا رب ان شاء الله، لانه في النهايه هناك بعض الانديه زي الاسماعيلي جدد تقريبا 70 80% من فريقه، المصري عمل فريق جيد، سيراميكا كليوباترا جايب لعيبه كويسه جدا في الناحيه الهجوميه، البنك الاهلي، البنك الاهلي صحيح عامل الاتحاد، نادي الاتحاد، اعتقد المنافسه هتبقى قويه في الجزء ده على الاقل، غير بيراميدز واهلي، ويعني الجزء بتاع اللي هو يعني الاهلي طبعا، وبعد كده اهلي وزمالك، وبعد كده بيراميدز وفيوتشر مثلا. لا انا اعتقد بيراميدز السنه دي يعني اعتقد بيراميدز ممكن يبقى وضعه مختلف عن المواسم السابقه، هيبقى في المنافسه من بدري والله. وهيكمل كمان. اوكي. لان هو خلي بالك، خلينا نتكلم منطقيين، من حق الفرق اللي ممكن كانت تحقق بطوله الدوري الموسم الماضي بيراميدز في وجهه نظري يعني. لكن الجمهور اسم النادي فارق معاهم جدا، مخلي الدنيا سهله يعني، تتعادل سهل جدا عادي، تخسر ما فيش جمهور كبير يعني تقصد. بالظبط يعني لكن لو الطموح عندهم زاد والموضوع اختلف عندهم، اعتقد البيراميدز عندهم من احسن العناصر الموجوده في الدوري العام. فهيبقى منافس اهلي وزمالك. طبعا منافس قوي جدا كمان. طبعا طلاع الجيش وبرده الصفقات اللي اتعملت وسموحه، وجود الكابتن طارق العشري مع وجود علاء عبد العال، كابتن علاء عبد العال مع طلاع الجيش. طلاع الجيش مع كابتن طارق عشري عامل طفره كبيره جدا السنه اللي فاتت. كان مع كابتن طارق، السنه دي مع كابتن علاء. السنه دي اتعاقدوا مع كابتن علاء عبد العال، مدرب برده محترم، بس مش عارف التفكير الانديه يعني. كابتن علاء عبد العال من المدربين اللي يعني ايه اللي هم ليه اسلوب واحد. اوكي. كابتن طارق العشري عمل طفره في طلاع الجيش، برده لعبه بيقفل واوا والكلام ده كله، بيخطف هدف. ما اعرفش بقى مع الانديه الاكبر شويه زي سموحه مثلا ايه الشكل ممكن يبقى عامل ازاي. هنشوف طبعا الفتره اللي جايه، لان برده سموحه مش تكتفي ان انت تقعد بس. لا انت عايز مركز. فهو في مدربين طبعا بتبقى انت عايزه توصلك لحته معينه. ان انت مثلا تقعد. ان انت ما تقعد مستريح. في انديه زي سموحه مثلا اكيد تطلعهم السنه دي ان هم يبقوا في الثلاث اربع فرق خمس فرق الاوائل. اوكي. فيوتشر مع علي ماهر طبعا، علي مدرب كبير جدا علي. السنه دي ممكن طموحهم يزيد. داخلين دلوقتي كونفدراليه، السنه دي ليه ما طمحش ان هو يبقى ابطال افريقيا السنه الجايه؟ اوكي. ليه لا؟ ما هو اول وثاني. فاعتقد المنافسه السنه دي زي ما بقول لك فيوتشر بيراميدز، لكن فوق في وجهه نظري اهلي زمالك بيراميدز فيوتشر يعني، واقفل على كده. اوكي. الوسط بقى حط بقى سموحه، حط المصري، حط فاركو، حط يعني الانديه دي، لكن في النهايه في الاخر هتحط بقى المحله، الحرس، الداخليه، اسوان، برضو الانديه دي هي اللي هتبقى اللي هي ماشيه في الحته دي، في الحته اللي تحت دي. فبرضو هيبقى مقسوم الدوري لاثنين ثلاثه، لكن اعتقد من بدري السنه دي لا، بيراميدز وفوتشر اعتقد ممكن يبقى لهم تواجد بشكل كبير. اخيرا منتخب مصر شايفه ازاي مع روي فيتوريا؟ فيتوريا ذكي جدا، خلي بالك من المدربين الاذكياء يعني. انا شخصيا بحب المدربين البرتغاليين من جوزي، لكن هو مدرب ذكي. اول ما جه ما رضيش يلعب مباراة كبيره، لعب ليبيريا باين ومش كده، ليبيريا والنيجر مباراتين يعني، لطيف بيقول لي بالظبط، بيقول للناس انا هنا موجود بيحفظ وبتاع، لكن اعتقد ان هو بعد المباراتين دول عنده اللي جايه 18 نوفمبر بلجيكا. ما اعتقد بيدور على مباراه وديه قبلها بالمناسبه، لكن بلجيكا تاني تصنيف. هو بعد المباراتين دول يا اسلام، وشاف الوضع وشاف اللعيبه وشاف امكانيات اللعيبه، اعتقد بيديله كوابيس. فالكوابيس بتاعته اعتقد هتديله فتره يعني عبال ما يفوق. كانوا وحشين يعني اللعيبه تقصد؟ خلينا نتكلم منطقيين. احنا عندنا مشكله في بص، اي مدرب
يعني هيجي يلعب لعب هجومي هيفشل مع المنتخب. ياه. طبعا بص في فروق كبيره جدا. كابتن إيهاب جلال من المدربين كبير جدا وعنده اسلوب لعب، فتح اللعب مع اثيوبيا كنا هنشيل 3 4 صحيح. ما في بص احنا نجحنا مع كوبر ازاي ورحنا كاس عالم قفل بالظبط باسل صلاح اسمها فاكر. الله ينور عليك هو ده الكلام. نجحنا ازاي مع كيروش وكيروش كان بيعرف يهاجم؟ لا لان هو كده لو عمل غير كده هيفشل. أوكي. هيمشي من بدري. خلي بالك احنا اول ماتش نيجيريا خسرنا 1-0 صح؟ اه وبعد كده تيك تيك جون مش عارف خبطه اللي يرزق يمكن هو شويه في ماتش المغرب اللي هم لعبناهم يعني شويه حلوين شويه أوكي. والباقي كله قفل. ماتشات السنغال سواء هنا وهناك والنهائي قفل مفيش لعب. هو صلاح فايق ممكن يعني ممكن غير كده اي مدرب هيفتح اللعب ويلعب هجومي زي مثلا نايجر وليبيريا يقول لك اه ده الراجل ده لعب هجومي وما لعبش قبل كده او ما اديله 3 سنين ما كل مبارياته ايجابيه ابقى قابلوني بقى شوف بقى بلجيكا وشوف انا بقول لك كده هنلعب مباراه يا هجوميه امتى مع الفرق اللي هي ايه ليبيريا اللي الاقل منك في التصنيف يعني طبعا طبعا اي فرقه نيجيريا بقى كوت ديفوار السنغال غانا الفرق القويه دي حتى الفرق اللي هي متوسطه في ارضها هتتعبنا جدا اوكي هتتعبنا جدا اه ففيتوريا لو لا فتح وسمع كلام الشعب المصري بيقول لك احنا عايزين مدرب يا جماعه فين فين الخامه فين مين يعمل لي الهجوم احنا ما عندكش نص ملعب بيعمل لك بينيه واحد انفراد قول لي مين نص ملعب في مصر في الاهلي او في الزمالك او في ممكن يعمل بينيه راجل بلي ميكر كده لعيب مثلا قول لي مين كده مفيش قول لي كده افتكر ممكن عبد الله السعيد هو اللي ممكن يعمل كده بس عبد الله السعيد ده يعني عبد الله السعيد يعني الراجل كتر خيره كتر خيره يعني خلاص قول لي مين دلوقتي مفيش مجدي قفشه يعني لا بعيد يعني بعيد يعني في بعيد. الاهلي في الدوري المحلي ماشي لكن في المنتخبات لا مع احترامي ما يلعبش اوكي في نص الملعب تعالى نص الملعب بتاعك فين البصير بقى يعني في نص الملعب يعني زمان يعني حسن عبد ربه يا نهار ابيض يا نهار ابيض على حسن عبد ربه في نص الملعب محمد شوقي كان هايل بيجروا وبيخبطوا وبيرزعوا يعني يقول لك الناس يقول لك طارق حامد بيكسر الدنيا مش عارف طب كورته يقول لك انا كورته وحشه طب في الناس دي كان بقى كل حاجه دي عشان كده بقول لك في عندنا مشاكل في الاهلي في الزمالك واعتقد في اماكن كده اسلام احنا منتخب مصر عندنا في مشاكل كتيره جدا هتبان بقى الفتره الجايه مع فيتوريا مع فيتوريا ومع ماتشات تقيله تاني بقول لك لو فتح وسمع بقى الكلام بتاع الناس ما تفتحش يا عم فيتوريا خلي بالك عشان كابتن علاء بيقول لك ما تفتحش لو فتحت هتبقى ماتشات بس عشان الناس بس تبقى فاهمه الماتشات القويه الماتشات القويه لكن الماتشات اللي هي ليبيريا الاقل منك في التصنيف ايوه بس الاقل منك ايه افتح واعمل اللي انت عايزه يا عم وهتلاقي ملعلعه والناس تقول لك يا سلام ده احنا لا يعني بعد الماتشين العيانين دول الناس في الصحافه تقول لك والله عيانين فعلا الناس تقول لك لا يعني هم تصنيف اقل منك بكتير بكتير الناس تقول لك ايه يا سلام بس في ايجابيه ايه يا عم الايجابيه قال لك احنا هاجمنا ومش عارف عملنا كام هجمه من ورا وكام هجمه من يا عم انت لو جبت اقل فرقه في الدوري هتكسبهم برضه يعني يعني في كلام بحث فنيا هم طبعا اقل منك فنيا بكتير انا للاسف في مصر احنا بنسمع بس وبنتكلم يا جماعه يعني لكن المنطقيه والحقيقه حتى كان لازم يوم 18 نوفمبر قدام بلجيكا طبعا لازم لو عمل ماتش كويس قدام بلجيكا هتقتنع بوجوده استحاله يعني اصل الكوره دي 1+1 يساوي 2 يعني يعمل الماتش قوي خلينا نشوف بقى يوم 18 هم كل بس انا عيالين بقى عندهم برد يا شباب بعد اذنكم هاتوا لنا علاء ابراهيم يوم 19 باش يعني علشان 18 هيبقى ماتش بلجيكا لو الماتش الظهر واحنا هنلعب او هنلعب بعد الظهر مثلا وعندنا حلقه بالليل هاتوا لنا علاء برضو يمكن نشوف ساعتها يبقى على الهوا لو جبنا 5 كورنر يبقى حسب لا ان شاء الله منتخبنا يعمل مباراه كبيره والنادي الاهلي يبقى يفوز بالدوري عشان تبقى عندنا ان شاء الله زي ما انت قلت كده 3 سنين لو لا قدر الله حصل السنه الجايه هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لنا كاهلاويه يعني طبعا. كابتن علاء شرفت ونورت وسعداء جدا بوجودك معانا وانا عارف ان انت دايما بتتكلم على طبيعتك وعلى سجيتك فعشان كده انا سايبك تتكلم
وكل جمهور النادي الاهلي، الناس عماله تبعت لي مبسوطين جدا بوجودك معانا ومبسوطين جدا بكلامك، فبشكرك جدا جدا على وجودك معانا، واتمنى دايما دوام التوفيق لحضرتك. انا سعيد جدا يا سام ان انا شفتك طبعا اول حاجه عميب. وان انا في البيت الكبير اسم، بقول لك اسم البرنامج كمان يعني بيدينا كده احساس جميل. انا بتاسف للناس ان انا بتكلم، بص انا سعيد براحتك يا نجم، شحت يا سعيد شحت، فبتكلم جوه من قلبي والله، انا محضر حاجه وانا بتكلم وما عنديش توازنات، انا بقول اللي انا مقتنع بيه بقوله، ممكن اكون المقتنع بيه ده غلط يعني، فاعذروني واسف جدا ان انا طولت عليك. لا ده انا اللي بشكرك جدا يا كابتن علاء، وانت من حقك تقول كل اللي انت عايزه طالما ما بتغلطش، في حد من حق في حد من حقك تقول كل اللي انت عايزه. شكرا جزيلا يا كابتن علاء، شرفت ونورت. شكرا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، غدا حلقه جديده من البيت الكبير.